ما ينفرد به لا ويقولون بهذا الرأي. يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية، لماذا لا نصلي الجمعة؟ وهل الأسباب التي ذكرت لنا ومنها أن تكون الدولة الإسلامية إلى آخر الأسباب، هل هي هذه الأسباب؟ لا، هي مو مسألة الدولة الإسلامية، هي إحنا عندنا صلاة الجمعة واجب تخييري في حالة عدم وجود الإمام أو نائب الإمام الخاص. النائب العام اللي هو الفقيه إذا وجد يتحول الحكم إلى حكم إلى تخيير، يعني مو واجب تعييني، مو معين، مخير به الإنسان بينه وبين صلاة الظهر. ومو بس إحنا، الأحناف أيضا يشترطون وجود الإمام، لكنه كيفما اتفق يقولون الإمام، يعني ما يطلبون نفس الشروط الذي احنا من الامام. اما ان احنا ما نقول بصلاة الجمعة، لا، نصلي صلاة الجمعة. اما عند المحدثين ولا واجب تعييني ويقيموها المحدثين، لكن عندنا اراء الفقهاء المتأخرين من الاصوليين، نعم، معظمهم يذهبون الى الواجب التخييري، انسان مخير يحب يصليها او يحب يصلي صلاة الظهر.